يحاول اليوم الاتحاد أن يحقق التسلسل في النتيجة بعد الفوز على بيسكرا باثنين مقابل واحد. تحقيق الفوز الثاني مهم. من هناك الكرة داخل منطقة العمليات صعبة، الحاج يسدد أول محاولة فوق مرمى الحارس صالحي. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف مولودية البيض في الحراسة صالحي، بن عبدة، بونعمة، كوار بالعيد القائد، خميسية، المؤذن بلاريبي، حسن خوجة، سيديري، بركات، تومي سياف، فؤاد بوعلي يدرب الفريق الذي بدأ بصعوبات كبيرة، بدأ الموسم بصعوبات كبيرة. حول أولى والثانية في الوسط مع بركات، تولي مولودية البيض أرضية من هناك البحث عن الجهة اليمنى لسيديري. سيديري يحاول يوزع داخل منطقة العمليات بين أحضان الحارس بامبوت في القائم الأول. سهلة حاضرون فوق مدرجان في ملعب نيلسون مانديلا يشجعون الفريق. محاولة للمرور بدل الأفضلية علي سريع جدا. يا صالحي يا سلام يا للروعة، وهناك خطأ يقول الحكم وضع التسلل. ماذا هناك؟ علي السريع لكونزا، ولكن سنشاهد ماذا فعل المرور. مبدأ الأفضلية يقول الحكم وكان هناك خطأ. سنشاهد نعم لمس القدم لكونزا في محصلة شتي بعد عن علي، يراقب كما ينبغي غير الاتجاه مباشرة. أحسن ما فعلت غير الاتجاه الحاج، وهناك لمسة يد والحكم يقول ركلة جزاء ضربت في يد أحد اللاعبين والمدافعين وكانت واضحة هذه المرة. حكم المباراة مباشرة يشير إلى ركلة جزاء. بنعامة الظهير الأيسر لفريق مولودية البيض ولمسة الكرة يده، لمسة اليد، وبالتالي هو من راقب. هيا التوزيعة واضحة، ضربت في اليد نعم، هذه التوزيعة من أية الحاجة ومن غشة في اليد، واضحة الصورة، قطعنا الشك باليقين في المرة. علي موسى النيجيري بالوان الاتحاد، علي يحاول يا سلام لبراعة الحارس. علي موسى النيجيري بالوان الاتحاد، علي يحاول يا سلام لبراعة الحارس. من تكملة الكرة بالطريقة التي أو بالفكرة التي تمت في لعب الكرة لمصلحة الاتحاد. صعبة وخطيرة، صعبة خطيرة، صعبة وخطيرة. يا سلام الله 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 الله، أول هدف في المباراة. قشة يتمكن من الوصول إلى الشباك في الدقيقة 30 بكرة رائعة بعد هجمة معاكسة مرتدة. دفاع مولودية البيض كان بعيد. طبعا المدرب نبيل معلول يواسي الذي ضيع ضربة الجزاء، علي يحاول أن يرفع من معنوياته. ها هي العملية وها هي الهجمة على الجهة اليسرى، كشة بعد ذلك تمويه والكرة في القائم وتنتهي في شباك الحارس صالحي. ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء في هذه الكرة وفي هذا الهدف الأول لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة. كشة تشاهدون على الصورة، صالحي بالمرصاد بقوة وبراعة كبيرة. ها هي أمامكم لمن فاتته المشاهدة، نشاهد مرة ثانية. في الأولى التصدي وفي الثانية الإبعاد، يلاكم الكرة أمام أربعة لاعبين من الاتحاد وحيدا، ولكن تفوق قبل أن يبقى في سلسلة النتائج الإيجابية بعد الفوز أمام اتحاد بسكرة هنا باثنين مقابل واحد. موسى يقدم كرة صعبة صعبة صعبة، يا سلام الحارس.
انتهاكات الخطورة، والكرة الثانية جانبية صعبة وجانبية، بوسليو بيمناه لم يتمكن من ضرب شباك الحارس صالحي في هذه الكرة. الفريق يتابع أنصار الاتحاد، وهي اللقطة معادة في الكرة الثانية، توزيع الأرضية مباشرة، ولكن المتابعة كانت موجودة، الكرة أخطأت الاتجاه والمرمى وخرجت بعيدة بقليل عن مرمى الحارس. فريق مولودية البيض رغم الإمكانيات القليلة، واحد من الإطارات الجزائرية من أصحاب الكفاءة، ملعوبة داخل منطقة العمليات صعبة خطيرة وجانبية براس ليلات، قفز فوق الجميع ليلات وضرب الكرة بالراس ولكن كانت بعيدة، أخطأ التقدير وأخطأ الاتجاه، الحركة أيضا لم تكن مستقيمة، كانت الرأسية أو أنه لعب الكرة كما ينبغي لكن أبعد الكرة ولم